الله الرحمن الرحيم. اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 19 شباط الثاني 1439 للهجرة، الموافق 8 مارس 2018 ميلادي، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز. وقد درس المجلس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات، نذكر منها بيان يتعلق بتعزيز الرقابة الصحية لمنتجات الصيد، وسيتدخل وزير الصيد والاقتصاد البحري حول مضمون هذا البيان، فليتفضل. شكرا معالي السيد الوزير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد كان لي الشرف اليوم أن نتقدم أمام مجلس الوزراء بمشروع مرسوم يتعلق بتغيير المرسوم 159/2015 الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2015، والمتعلق بالإجراءات التطبيقية لمدونة الصيد. كما كان لي الشرف أن أتقدم ببيان أمام مجلس الوزراء يتعلق بتعزيز الرقابة الصحية لمنتوج الصيد. وكما تعلمون جل إنتاجنا من الصيد يتم تصديره إلى الخارج، ويتصدره ظروف صحية جيدة، وذلك يعكس مدى أهمية التفتيش الصحي لدى الحكومة. وانطلاقا من هذا هو اللي تم استحداث المكتب الوطني للتفتيش الصحي والأحياء المائية منذ 2007، ونعطات له كافة الوسائل من أجل أنه يقوم بالمهام الموكلة إليه وهو التفتيش الصحي في أحسن ظروف. وفضل جهود القائمين عليه والعمال اللي فيه، وفضل مواكبة الحكومة لهذا الجهد، هو المونيتان حتى الآن ما قد خلقت فيه اللي ينقال له أليرت صحية أبدا على منتوجنا الصحي، وهذا ينم عن جودة المنتوج وفاعلية الرقابة والتفتيش الصحي فيه. وفي هذا الإطار حصل المكتب الموريتاني للتفتيش الصحي على عدة اعتمادات دولية اللي تعدل منه هو في شبه المنطقة الوحيد اللي عنده هاي الاعتمادات، خاصة منطقة هاي لاكم اللي قالوا اللجنة الجهوية. واعتمد أخيرا على اعتماد الجودة 17/20، واللي ما هو موجود ما هو عن دولتين إفريقيات، جنوب إفريقيا ونابيبيا، وفي الوقت الحالي موريتانيا. في إطار توسيع مهام وفي إطار النمو اللي عرف القطاع من 2014 جاي، حيث أعلن الكميات اللي مصدرة مشات من 215 ألف طن 2014 إلى 360 ألف طن 2017. هاي الكميات هو كامل يراقبها ويفتشها. كمان عدد المصانع مشى 2014 من 40 مصنع إلى 133 مصنع 2017. كمان عدد السفن اللي تم اعتمادها مشى من 100 سفينة 2014 إلى 190 سفينة 2017. هذا يعدل ينتج عنه في خلل كما قلت لي عنه أن العمل اللي قام به المكتب الوطني للتفتيش الصحي أنه عمل جبار، وتم باعتراف به على مستوى دولي، حيث أنه من المخابر والله المؤسسات ثلاثة على مستوى القارة الإفريقية اللي تم اعتماد مؤخرا على نظم الجودة دي ست زروفة. بما أن فعلا أعلن المكتب وظيفة الأساسية أنها أساسية ومحورية بالنسبة للصادراتنا كامل من منتوج الصيد، وبما أن خلال السنوات الأربعة الماضية أن كثر عليه الشغل، بحيث أن الصادرات مشات من 215 ألف طن سنة 2014 إلى 360 ألف طن سنة 2017، وهذه الصادرات كاملة تفتش. وبما أن عدد المصانع اللي مظلت تعود معتمد باش يقدر يصدر مشي من 40 مصنع 2014
إلى 133 مصنع 2017، وهذا هو اللي يفتش. كما أن ملي عدد السفن كان 100 2014 واليوم أصبح 190 سفينة، هذا ينم عن عاد في منطقة متين على المكتب الوطني للتفتيش الصحي والأحياء المائية، ويجب إعادة النظر في الموارد المستندة إليه المعطية لهم، وملي الموارد البشرية اللي عنده باش تعود عنده قدرة مواكبة هذا التطور اللي خلق في القطاع. زيادة على التطور اللي خلق في الإنتاج وفي وسائل الإنتاج، وخلق ملي في وسائل تثمين المنتوج، خلق في البواخر اللي هي وسائل الإنتاج، وسائل تثمين المنتوج اللي هي المصانع والإنتاج من نفسه، خلق ملي توسع آخر على مهامه به اللي يطلب منه ملي أنه يواكب هذه الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك اللي توزع على كافة التراب الوطني، وموارد نعود مصرين على الجودة وعلى صحة هذه الموارد اللي تستقل على المستوى الوطني. زيادة على هذا، كيف تعرفوا على أن خلق قرار ولا قام بيان باط على مستوى مجلس الوزراء مؤخرا ينم عن استراتيجية وطنية لتنمية ذن قال الصيد القاري، ومتباركين معاه وفات خلق فيه شواط على مستوى فهم القليته، ومالي المكتب الوطني التفتيش الصحي نطلب منه ملي يواكب العمل اللي ذا هو. كما نطلب ملي منه يواكب الجانب البيئي اللي لاحظته والله بعد يرعدوا لاحظوا السكان داخل تنواذيبه على ان الرقابة كانت فيه صارمة، بحيث عن ذوك الاختلالات كامل البيئية اللي كانت فهم الحمد لله تم التقلب عليها، وفضل جهود كافة المؤسسات اللي تابعة القطاع وفضل التكافر وجهودهم، وفضل ملي المكتب الوطني للتفتيش الصحي. نظرا لهذا كله، أن قررت الدولة على أنها تدعم بصفة معتبرة المكتب الوطني للتفتيش الصحي، وأن ملي مواكبة دعم هي أن كافة المستفيدين من المكتب الوطني للتفتيش الصحي من ضالتهم يدعموه ويواكبوه في هذا التطور، وهذا ملي طلب اللي عاد عليه طلب ضغط متين، خاصة إن ما شاء الحمد لله مع افتتاح إن شاء الله ميناء تانيت، مع افتتاح ميناء الكيلومتر 28 فرنانو، مع افتتاح ميناء جاكو في المستقبل القريب، هذا يعود ضغط متين، ويجب من الآن فصاعدا استبيان على المكتب الوطني للتفتيش الصحي يمشي من مؤسسة عمومية شور مؤسسة عمومية ذات طابع إداري شور مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري والصناعي. وهذا الإطار يجب من الآن فصاعدا تحضير لهذا. وفي هذا الإطار الحكومة التزمت أن تدعم المكتب الوطني للتفتيش الصحي، والدور الطالب ملي كافة المستفيدين منه من أنهم نجبروا معاهم صيغة تشاورية من أجل أن المكتب الوطني الموريتاني للتفتيش الصحي يقوم بأعماله على أحسن وجه، ويعود ملي يندار في إطار مستديم من أجل أنه قد يواكب هذا التطور لذه. وهذا هو اللي ساطع لمجلس الوزراء، وشكرا. شكرا معالي الوزير. السؤال التالي، معالي الوزير طرقت على قضية المصانع اللي كانوا من 2017 اللي مشاو من 40 مصنع اللي عادوا 135 مصنع. من رأي معالي الوزير كان هذا لا يسوي مشكلة شيء، قالوا الاستوكاج اللي كان طارحة مشكلة لذوك ليزارماتير اللي كانوا طارحين عنده مشكلة، كان سويت في المشكلة. الجزء الثاني من السؤال معالي الوزير، خلال زيارة فخامة الرئيس السنغالي ماكيسال، قرر الفخامة الرئيس محمد العزيز والرئيس السنغالي انعقاد لجنة موريتانية سنغالية مكلفة بالصيد، وكلفت من طرف رئيسين بتشكيل لجنة من أجل إعادة الصيادين السنغاليين. والله نظر في ذاك الملف من رمع الوزيري كان ذيك اللجنة بقرارها على أن جلست، والله السنغاليين فيهم آمال يرجعوا بالصيف نظامية الموريتانية. شكرا للوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي الحمادي موقع الجارية. سيد الوزير، نحن عندنا ثروة متجددة الحمد لله، قرين قال لي الحكومة ضعيفة ما عندها خبرة. نحن نعرف نظام الطائع ذيك الساعة معاوية والسيد أحمد الطائع، كانت الدولة تستثمر في قطاع الصيد ملايين، تنتج منه الملايين، تشغل فيها 700 رقاش و800 رقاش، والحق عمارة 1,200,000،
ويرد عليها بالأموال الصعبة. وارك ما في مصنع، احنا حوتنا ينقبض ويمشي يرشي عنا السردين. ما في رؤية واضحة فوزارة الصيد، مثلا تعدل مصنع تشغل فيه 700 شاب ولا 800 شاب، حوتها ينقبض وينباع لها سردين. ما فهم رؤية واضحة، ينقبض حوتها ويرجع لها مبكر. وشكرا. شكرا السيد الوزير. عبد المجيد الإبراهيم موقع نوافذ. لاهي سؤالي السيد الوزير على أن هذه المؤسسة المكلفة بالرقابة، قلتم أنها ستنتقل من مؤسسة إدارية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري، شنو مفهوم إذا من درا كانها لا تعود تقبل شيء من الصيادين، وإلى عاد لا يتم تقبل شيء من الصيادين، شنو طبيعته وياك ما ولا ينعكس على سعر الحوت. ثانيا سؤال ثاني سيد الوزير، ظاهر لي أنه يدور يعود كل مواطن موريتاني لا يطرح عليكم، وسبب ارتفاع سعر السمك على الشواطئ الموريتانية وانقراض بعض الأصناف من السمك، كيف كربين مثلا ما تلات موجودة في على الشواطئ من الأسابيع ما هي موجودة، وذا اللي ينقالوا انقطم اللي عاد فيه مضاربات ينباع ب 1200 بدل على انه كان ينباع ب 500 و600 في الجمله، بينما انتقلت كربين اللي معلبه واللي جايه في الازدارات الى 2400 بدل منها كانت تنباع ب 1900. سبب هذا الانقراض وسبب هذا الارتفاع، وهل تطمئنون المواطن من ان الامور ستعود الى مجاريها؟ شكرا لكم سيد الوزير. شكرا على الاسئله اهتمامكم بقطاع الصيد. والله بعض البعض منكم يندور ان شاء الله ونجاوبوها واحدة. فيما يخص فعلا قطاع الصيد من 2014 جبر قفزة نوعية في كافة المؤشرات اللي نقدو نستخرجو منه. والله نعطي الامثلة حي الارقام باش نعودوا كاملين على نفس المستوى من المعلومة. قطاع الصيد 2013 ملي نقبل هنا تياها ليزيفولياسيون ليزيكسبورتاسيون غلوبال دي برودوي، معناها عن تطور الصادرات الإجمالية لقطاع الصيد، ولي نقبلها بالقيمة ولي نقبلها بالوزن، والله بعد نقبلها بال فوالا لا كانتيتي، ونعطيكم لا فالور. القيمه هي الوزن هو الاول ولا فالور. 2013 عندنا 391,762 طن تم تصديرها للخارج. 2014 عندنا 715,565. 2015 عندنا 624,241. 2016 عندنا 772,825. و 2017 عندنا 661,000 طن. لين تلاهم خلصوا إلى كرب، لين خلصوا عن تسارع المسار من نفسه، إنه أكبر هو في القيمة من الوزن. 2013 دخلت 138 مليار و 280 مليون. 2014 198 مليار و 645 مليون. 2015 202 مليار و 134 مليون. 2016 241 مليار و 767 مليون. 2017 283 مليار و 215 مليون. ها من الصيد 283 مليار 215 مليون. هل نجاوب أخوي؟ لا صبر، صرتك أنك تجاوب بكل شفافية. دونك يعني السؤال اللي نطرح الأول، المصانع خلقت 133 معدل اليوم، هم وحدات خلقت
يقول احنا نختار نذكركم ان احنا مخزوننا القابل للاستخراج سنويا من دون المس باستمرار الثروة 1,800,000 طن، منها تقريبا 300,000 طن من اللي ينقالوا المحار ولافتنا عدنا نستخرجهم من الشوم، بالتالي التخزين وقع لنا نتكلم عنه. ومعدلنا السنوي من الانتاج، نقول للي تم تفريقه، وهون متكلم للي قلت لكم مره للي تم تفريقه، لا يزيد عليه حد للي ما تم تفريقه تمت مسافنته في اطار الاتفاقيات اللي عندهم على الاتحاد الاوروبي، والله اللي عندهم خصوصيه اخرين، ذاك ما هو في الانتاج ده ومداخله ما هو في الانتاج، ما هو في اللي قلت لكم. هذا 133 مصنع ما يكافيته. احنا 2014 كانت عندنا سعة تخزين تناهز 20,000 طن. في نفس الوقت لا مخزون القابل للاستخراج من الأخطبوط وحده 30,000 طن. وهذا هو اللي أدى ان 2014 اللي منكم كان يتابع القطاع ان ارتجى نحن فرض علينا ان نقفل البحر امام صيد الاخطبوط باللي ماتنا عندنا باللي نخزنه، ولو ما قفلناه السعر اللي كان يدهور يعود ينباع للشاطئ الميتوقي. هذا هو يخلق، هي اول مره في تاريخ موريتانيا يخلق قرار قفيل البحر على اساس تجاري بحت، ما هو على اساس بيولوجي. اليوم قدرتنا التخزينيه تساوي 60,000 طن، معناها 2014 20 اليوم 60. هذا نمو مظالمنا انه معتبر يقر، ما هو كافي، ما هو 60,000 طن ما هي كافيه باش تعود عندنا القدره ان نقدو نستقلوا بطريقه ما هي لا طحين وزيت السمك، نستقلوا بطريقه اخرى ما هي كافيه، لا بدت تنزاد تحسنت ولكنها ما هي كافية. النقطة الأخرى هو علن 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 رغم أنها ما هي كافية، إحنا انعكست علينا بياسر من الإيجابيات، انعكست علينا اللي 2014 كان السعر اللي نقال الأخطبوط هو المادة الأساسية اللي صيدوا الموريتانيين ما بين 8,000 إلى 10,000 دولار، وهين باللي الناس اللي شاري يعرف ان ما عندنا آلية تخزين ويعرف ان فارض علينا نبيعه. اليوم شينا شورى 12,000-14,000 دولار للطن، وهذا هو اللي من المرات ينتقص انتاجنا يقير بال 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 بلا فالور بالقيمة. دائما شتو لاحظتوها متنامية، ما يكيف الانتاج العواسي بالحال، هي دائما متنامية لان عاد عندنا قدرة تفاوضية مع الناس. احنا حوتنا لامين طونا فيه، والله ما كنا عاطينا في السعر الدولي، احنا مستوكين لامين، اذا ما كنا نقدر نقوله اليوم عندنا نقدر نقوله. وهذا كامل فضل يرجع سياسات محمد عبد العزيز رئيس الجمهوريه اللي قبلت السياسات النهب اللي كانت خالقه وعدم اللامسؤوليه، واللي كان يفرق على الارض اليابسه الموريتانيه من ذروتها اقل من 10%، واللي اليوم أصبحنا 2017 فرقنا على الأرض اليابسة الموريتانية 590,000 طن. في نفس الفترة عدلنا مسافنة 480,000 طن. هذه أول مرة يخليك اللي نقول إحنا للشيفت، تعود الكمية المفرقة على الأرض اليابسة الموريتانية أكبر من الكمية المسافنة، وهذا بعيد من العهد اللي تكلمت عنه اللي كانت الكميات مسافنة كاملة على قاعدة شواعده، واللي ينزل منها على الأرض اليابسة الموريتانية ما بين 5 إلى 9%. اليوم احنا تخطينا 56% من 590-480. فيما يخص المصانع، هذا فيما يخص الملف السنغالي، كما قال رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز والرئيس ماكي سال، موريتانيا والسنغال عندهم هدف مشترك هو استقلال ثروتهم طريقة مستديمة، ورئيس الجمهورية متفهم تماما على من واجبنا احنا كموريتانيين ان نشاركوا
في الأمن الغذائي لمدينة سان لوي. وهذا هو اللي أدى على أن السنوات الماضية معدل معاهم بروتوكول داكور يعطيهم حق استخراج 50,000 طن من الثروة السمكية الموريتانية الأسماك السطحية مقابل 10 والله 15 يورو للطن. في نفس الوقت احنا الاتحاد الأوروبي نقوم عندهم 123 أورو. وهذا نابع ان الحكومة الموريتانية والشعب الموريتاني يعرف حق قدر الجار ويعرف أن عنده واجب حول جاره هذا انه يشارك في امنه الغذائي وخاصة مدينة سان لوي من نفسه. غير ما اللي احنا هم متوافقين على ان للاستخراج نعدله بطريقة مستديمة. وهذا هو اللي ادى طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ان موريتان عدت استراتيجية جديدة محورها الاساسي هو ان الثروة تستقل بطريقة مستديمة وان ما نستخرج ما نقبل من الطبيعة اكثر من اللي تقدر تعطينا كل سنة. هو معنى استخراج مستديم نقبل من هلا ذاك اللي نقدو نقبل العام الجاي ونقدو نقبل العام معنى نخلو ياسر من الجيكلاش يمكننا ان نقبل نفس الكمية العام الجاي. هذا هو وذا احنا متوافقين عليه كامل. وهو اللي قدم موريتان عدة استراتيجية وعدة إطار قانوني فارضة على مسألة أساسية ان كل ما يستخرج من المنطقة الخالصة الموريتانية يتم تفريقه الى ارض اليابسة وان المسافنة ما تقد تخلق ما هو الشيء تم عليه اتفاق وزايد عن اللي يستخرج على ارض اليابسة الموريتانية. وبالتالي ما تلفم ما هنا مطين حد يستخرج ويفرق والله حد يستخرج ويعدل المسافنة. وهم للأسف أخوتنا السنغاليين ما كانوا ينحصروا في واحد من هذو من هذه الخانتين. هم كانوا يستخرجوا ويفرقوا مباشرة في سان لوي بدون مسافنة على في المياه الإقليمية الموريتانية وبدون تفريق على الأرض اليابسة الموريتانية. وهذا مخالف للقوانين ومخالف للهدف نحن اللي هو حماية الثروة واستمراريتها وتفريقها. لماذا نطلب التفريق ولماذا نطلب مسافنة؟ بأن لا بد أن نعود نعرف الكمية كما ونوعا اللي تم استخراجه باش العلميين يقدروا يتابعوا يكان لله مخزون لين بعض العام الجاي كانوا خالق والله مو خالق باش ما يخلق إفراط استقلال الثروة. وفالي طار موريتان مستعد لأي منهجية تمكن أنها تتحكم في الصيد يتم مداولته واستقلاله بظروف قد تمكن نحن من رقابة ان ذي ظروف تمكن من استمرارية استقلال هذه الثروة. حوت ينقبل واش ويرجع مبكر حوت ينقبل ويرجع مبكر. احنا ما مضالتنا انتم نعملوا النوع من العبارات ونمشوا من واقعنا. احنا كيف تعرفوا مجتمع بدوي ما نعرف الصيد. عندنا مجموعتين قليلات واحدة في الجنوب هلنجاقو واحدة في الوسط دلنجاقو المراكب. ونمط الصيد اللي عدلوا نمط بداي بهدف لا الاستهلاك ما هو صيد تجاري. والدولة الموريتانية كيف تعرفون إنشائها أول قرارات قبلتهم مجال الصيد قبلتهم نهاية السبعينات 18 سنة قبل الاستقلال. وهو قرار كانوا قرارين مهمين وأساسيين لحماية الثروة واستقلالها المستديم. القرار الأول هو إنشاء المعهد الموريتاني للبحوث المحيطات والصيد من أجل تحديد الثروة اللي عندنا شين هي قاع احنا ما نعرفوها ومن دراد اللي نقدر نقبلوا منها شين هي وقيمته التجارية شين هي وقيمته الاجتماعية وقيمته الانعكاس الاجتماعي والانعكاس الاقتصادي. القرار الثاني هو إنشاء المندوبية الوطنية للرقابة الصيد اللي نقالوا اليوم خفر الصباح. وهذا ينم عن هدفين عند المشرع. هو ما لنا قابلين حد يستقل الثروة ما لنا عاطينه فيها الحق ولأن احنا قابلين
ثروتنا نستقلوها بطريقة مفرطة كيف العد البعض من الجيران، لعله ما تبقى الأشجار القادمة. يا غير ما عندنا بحار ولا عندنا السفن ولا عندنا مصانع، وحتى يامس الدنيا عندنا من 1960 إلى 2014 عندنا ميناء واحد، ميناء نواذبو ومتهالك، ولهاد قد قرب منه باخرة 2009 لنختار نذكرك انتبه خاصة دي صاحبك اللي هي 2009 جايك 2009 عندنا ميناء واحد ولا فيه الضوء، ولا قد قرب منه قارب به اللي حطام السفن كان مزروق قدامه، ولا فيه صرف صحي، وميناء خليج الراحة مكتظ ولا قد يدخلوا شيء، ولين دار في عدن علي ما تقدي، والمصانع كاملة خاسرة ما في مصنع واحد صالح، ولا في مستثمر واحد قابل انه قاعد يجي يعدل شيء. هذه هي وضعية 2019. شخلق انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية تمت إعادة تأهيل ميناء نواذبو المستقيم بحيث جاه الضوء وجاه الصرف الصحي وانقلوا عنه حطام السفن كاملين فيه، إذن بعد قاع قابل عاد هو قابل أن تجي السفينة، ووسع ميناء خليج الراحة إذن عاد توسيع معتبرة، وانطلق الأعمال في المشاريع الكبرى اللي هو ميناء تانيت، ميناء انجابو، وميناء أهل. الدولة ما تعرف تشري وتبيع ولا هي من مهامها، الدولة تنظم وتأطر وتوجه وتقاون تجارة للأفراد، الدولة تنظمها توف، معناها ما من ما الدولة اللي تعدل المصنع والدولة اللي تبيع وتشري، هذا شيء أكل الدهر والشرب عليه، ما تلزمن غير الدولة تنظم وتأطر وتقاون وتوجه وتخلي السوق يعمل. هذا يجيبني للسؤال الآخر، هو السعر. سعر يحد السوق، ما نحد وانا ولا يحد أحد آخر. السعر هو نقطة ترابط بين اللي نقول العرض والطلب، اللي نعود الطلب كبير والعرض صغير أرفع عن السعر دول أطلع، والعكس. يقير الدولة من واجبها انها تعدل شي قالوا ريجلاسيون، تنظيم تحكم، من اجل ان اذا في حالة الطلب كبر والعرض صغار تعود هي عندها آلية انعكاس ارتفاع السعر ما يمس المواطنين الضعاف. وهذا هو الوسط الدولة استحدثت الشركة الوطنية لتوزيع الاسماك، وضخت فيها مجانا على كيل شينشار، ما هو لا بتي شينشار دي تريبون باسون، كيلو بخمسين وقية على كافة طلاب المتان، والهدف منه سي لا ريجيلاسيون. ريجيلاسيون أنا دائما واحدين يقولوا تنظيم، سي با فريمان تنظيم، فيه ضبط فيه تحكم فيه تنظيم فيه كامل، علن في حالة أن العرض الحوت قليل والطلب كبير تنضخ كمية أكثر من الحوت من طرف الشركة، وهذا عنده انعكاس. نختار مودي نقول عنكم لا تيشو الأسعار، خاصة أنا قولوا لي سعر اللحم الأحمر ارتفع لأنها ماتياها ما فهم ضغط على الثروة الحيوانية اللي معروف بنا تصديرها صعيب، ويظهر يقين تقبضوا منتوج عليه ضغط دولي متنامي وتقولوا لي هذا السعر مرتفع دائما، هذا طبيعي. وأنا بعد موقع عندي إنه يتم مرتفع دائما، وموقع عندنا إحنا الصيادين، اسمع موقع عندنا الصيادين فيما يخص إن مونك عندي أنا كصياد والصيادين إن السعر يرتفع، يقال المواطن ضعيف الدولة قررت إنها عدت الشركة من ما هي يبوي نعم لاك ماكم إنفرمي لودو الأخبار ينقالوا لشين شعر ما ينقال يايبوي تنقال سردي. المهم من السعر يتناسب بينه علاقة وطيدة مع عدد ينقال العرض والطلب. كربين لحقت هنا 500 واليوم قلت انتهى بذا السعر، ذا عادي
عادي، لأن ما فهم ولا من جهرنا إحنا للحوت وجهرنا ما فهم صنف من الحوت ما عنده موسم، ما فهم ما وخالي. كل صنف من الحوت عنده موسم يجي فيه، ولين يكثر فيه ينخفض سعره. للأمانة نقولها كان عن شهر أوت سبتمبر نوفمبر كربين اللي تقول والله السوق لحقت هون 400-300 وقيه هون في السوق المكشوط، ولحقت ولا ولا يجد عليه 120 وقيه في الماضي فعلا إليني يقل العرض والطلب خالي الدولي يرتفع السعر يقل لا عود على يقين يعني لين يجي موسم كربين اللي لا يجي قريبا. موسم كربين في اثنين عادة قاعد الفترة كاتياها الصيد قليل به اللي فهم ياسن الريح ونقالك المحر عادة مي جوان جوية أوت عندك الفترة هو اللي تخف يخف البحر وموسمه ويقال في مواسم أخر في مواسم الأخطبوط نشر الأخطبوط وفي مواسم جراد البحر وفي مواسم شنو ما في مواسم المليسة وفي مواسم التوم وفي مواسم كل شيء الحوت موجود. وإحنا أعطانا مولانا ذي الثروة واجب علينا نستغلوها بطريقة مستديمة ونحافظ عليها ونقبل منها أكبر إرادة، وهذا هو هو صلب التوجيهات والتعليمات اللي يعطينا رئيس الجمهورية. وشكرا. طبيعة تجارية المؤسسة آه وي والله والله كيف قلت أعلن 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 هاي المؤسسة اللي كانت مؤسسة ذات طابع إداري وإن إحنا ندور نطمحه في الآجال القريبة اللي هي 2019-2020 إنها باش تعود جودة خدماتها على المستوى وباش تحافظ على سلامة وصحة منتوجنا وتحافظ على الوضعية اللي إحنا فيها اللي إن ما قد خلقت لنا إن أليرت صحية على المستوى الدولي. ها باش تحافظ عليه لابد يعود عندنا إمكانيات ولابد المستفيدين منها سواء الدولة وسواء المصانع وسواء أصحاب البواخر وسواء المصدرين لابد اللي هم يشاركوا في استمرارية هذه المؤسسة. هذه بيان يطرح الإشكالية ويطلب أن يخلق فهم تفكير جذري من أجل إنجاد حلول تمكن من استمرارية هذه المؤسسة بالتشاور وبمشاركة كافة المستهلكين لهذه المؤسسة من سلطات عمومية من ملاك البواخر لأن هي يعدل ماغريما من ملاك المصانع لأنهم تعدلهم هو شيء كامل مس المنتوج شيء كامل مستحوت لابد يعود معتمد صحيا. الباخرة التفريق اللي هو الموانئ مصانع الكونتينرات اللي يمشوا والمنتوج من نفسه هذا كلها تدخل فيه المؤسسة وهذا هو اللي يعدل قاع بيني وبينك هو اللي يعدل إلى كافة المؤسسات من النوع للمستوى الدولي دائما تكاليف قابضهم مستفيد مباشرة يقال نحن كدولة لأن فهم أمور سيادية لا مشاركين فيه وقابضين وحتى الآن أنشارش كومبليت ما يقال من أجل تطور المؤسسة وهذا لابد كافة المستفيدين منها يشاركوا يشاركوا في تشكيل هذه المؤسسة ويعطوها الفرصة أنها تعود قادرة على أنها تلبي المهام بأنجع وسيلة لعادة ما هي قد اللي عندها بعد تعود أنجع منها مستقبلا وتعود مواليد قد تتقطي كافة المهام الموكلة إليها من التفتيش للموانئ التفتيش للبواخر الموانئ اللي انزاد والبواخر والإنتاج اللي انزاد وتفتيش المنتجات القارية وتفتيش الجانب البيئي هاي مهام مهمة معتبرة ولولاها ما خلق قاع إنتاج ولولاها ما خلق أي تصدير لهذه وهذا من واجبنا احنا كدولة أن نشاركوا فيه ونشاركوا فيه بأكبر يقرر مولي من واجب كافة المستهلكين المستفيدين يساهموا في هاي المشاركة ولا هي تشاور معهم فيها وهم يطالبينها لهم زمن وشاركوا وشكرا. محمد أمين البرو. معالي الوزير، في مقابلة أخيرة مع القيادي السابق لحركة فلام ورئيس حزب العدالة والديمقراطية مختار صار إبراهيم،
مع صحيفة سيد أتلانتيك، اتهم فيه اتهم النظام بالعنصرية أولا، ووزع الشعب الموريتاني إلى نسب مئوية 60 ما بين الإحراطين طبعا والزنوج، والله 70% بهاي توزع، وزع واتهم شريحة معينة له البيضان بأنهم يتولون المناصب السيادية وإدارة المؤسسات العمومية الإقطاعية على حد وصفه. ما هو ردكم على هذا النوع من التصريحات معنا من نائب برلماني؟ من نائب برلماني. شكرا جزيلا. شكرا معالي الوزير. ما يتعلق بتمديد فترة السجن السناتور السابق القد، هناك بيان من المتدى يطالب بالتراجع بهذا القرار. نظر معالي الوزير شنو ردكم على هذا؟ شكرا. لدي سؤالان. السؤال الأول سبقني به زميل ولا أريد أن أكرر، فقط أضيف أن الدستور الموريتاني كما يعلم الجميع صريح في وجوب المساواة بين جميع المواطنين وعدم الحديث أو تقسيم المواطنين إلى فئات وطوائف. وأنتم كحكومة إلى متى يعني تستمرون في تجاهل مثل هكذا دعوات، خصوصا عندما تصدر من أشخاص يرشحون أنفسهم ليكونوا رؤساء للموريتانيين وكل الموريتانيين؟ سؤال آخر، مع الوزير يقول بعض المعارضين يطرحون سؤالا، وأنتم طبعا أفضل من يجيب على هذا السؤال بصفتكم قياديا في الحزب الحاكم وبصفتكم أيضا ناطقا باسم الحكومة. نتحدث الآن عن إرسال بعثات، يقال إن وزراء في الحكومة سيتولون رئاستها للتحسيس لحملة الانتساب للحزب الحاكم. البعض يقول إنكم تخلطون بين مال قيصرة ومال الله، يعني الحزب للنظام أو للأغلبية أو للرئيس إذا شئنا، بينما الوزارات للشعب كل الشعب. لماذا لا تتركون الوزراء في مكاتبهم يمارسون مهامهم التي عينوا من أجلها، خدمة المواطنين، تسيير القطاعات الحيوية، وتترك السياسة للأطر والسياسي، خصوصا الموريتاني ما شاء الله بلد المليون سياسي، لديكم كوادر وأطر سياسية تعاني من البطالة، لماذا لا تكلفوهم بحمل التحسيس وتترك الوزراء حتى تبعدوا عنكم تهمة استغلال المناصب الرسمية لتحقيق مكاسب سياسية شخصية للنظام؟ بالنسبة للتصريحات اللي تحدثت عنها، هي تصريحات طبعا كما هو ملاحظ أنها متطرفة وصاحبها متطرف وبرنامج ومشروع متطرف وداخل فيه جماعة لا التطرف، لذلك ما واضحها يعني تقييمها من خلال النظر إليها يوضح التعاطي معها أنها متطرفة وتوفي خانة هذا الكلام المتطرف اللي نسمعه هذه الأيام في كل بين حين وآخر. بالنسبة لي ما يتعلق ب هذا موضوع عادة يتعلق بالمحكمة، احنا قضية عند العدالة، وهذا هو الفرق بيننا وبين المنتدى. يعني المنتدى دائما بياناته تتعلق بالقضاء وبالعدالة، ونحن في الحكومة ملف عند العدالة لا نتدخل فيه، لأن العدالة مستقلة، ونعتبر أن السياسيين وتدخلهم في ملفات لدى العدالة أنه نوع من التدخل في القضاء، ولذلك نحن دائما عودناكم هون أن أي ملف يتعلق بالعدالة وحتى رئيس الجمهورية وهذه توجيهاته في مقابلات، وأن أي قضية تتعلق بالعدالة تترك للعدالة ولا يتدخل فيها السياسيون ولا الحكومة. بالنسبة للبعثات اللي تحدثت عنها، طبعا البعثات فيها وزراء وفيها أيضا أطر، والوزراء اللي سيكونوا في البعثات وهم من الحزب، سيكونوا أعضاء في الحزب يعني من الحزب، وهم أطر أيضا ومن الحزب وليسوا وحدهم، معهم أعضاء في المجلس الوطني ومعهم أطر من الحزب، فهي بعثات مختلطة.
وكل ما فيها هم حزبيون. أشكركم والسلام عليكم. La nouvelle